بغداد تودع عام 2023 بتطورات سياسية واقتصادية مهمة. فبعد انقطاع انتخابات مجالس المحافظات المحلية لمدة 10 سنوات، عادت من جديد بصيغتها القديمة كما أرادها سياسيو السلطة من حيث القانون، لكنها أفرزت قوى جديدة منافسة للقوى التقليدية. فتحالف تقدم الوطني كان من أبرز التحالفات التي حصدت عدداً كبيراً من الأصوات والمقاعد في بغداد. وبعد انتهاء عملية الاقتراع وظهور النتائج، يتمنى الناخبون بأن يتحسن الواقع الخدمي من خلال مجالس المحافظات. اختلاف في العملية السياسية ما بين 22 و 23 اختلاف بالقانون، قانون السنة ليجو كان بالانتخابات البرلمانية شكل وبالانتخابات مجالس المحافظة الشكل الآخر، ما أنتجهم من وجوه جديدة من قوة سياسية يعني موازية للقوى الكلاسيكية. ما زالت هناك عملية ديمقراطية غير مكتملة المعالم، لم تستطع أن تفوز بثقة المواطن على قد تقدير من أجل إصلاح وتغيير عملية بناء دولة المؤسسات. وبعد مماطلة بين جميع القوى السياسية العراقية، أقرت ميزانية عام 2023 بمنتصف العام، واعتبرت هذه الميزانية الأضخم في تاريخ الدولة العراقية بمبلغ تجاوز 150 مليار دولار، شملت إنفاقاً غير مسبوقة. تقول الحكومة أنه لتحسين الواقع الخدمي والمعاشي وإعادة بناء البنى التحتية. إيقاف الفساد المستشفي في كثير من الإنجازات، الضغط على القطاع الخاص، القطاع الخاص قوة عاملة جيدة، أكثر من 8 ملايين يشتغلون بالقطاع الخاص يجب أن ينالون جزء من هذه العملية. أكثر من 750 ألف درجة وظيفية أطلقت في هذا العام، وشملت المحاضرين المجانيين والعقود والأوائل وحملة الشهادات العليا. لكن رغم ذلك ما زال جيوش البطالة تتحشد يوما بعد آخر رغم الدرجات الوظيفية الهائلة. مهدي غريب، وان نيوز، بغداد،